راح نسوي أكبر حفرة سفنج بنص البر. يا جماعة من زمان حسيت إني طفل ولعب كذا، بس قاعد ألعب طريقتنا الخاصة. بخلود بخلود يا جماعة جا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف أبو خلود من قناة لوكو فريندز. طيب يا جماعة، بداية هذه الفكرة اللي إحنا راح نسويها اليوم، الفكرة المجنونة، فكرة اللوكو، شفنا هذا المقطع. المقطع هذا ان الشخص ركب على الكرة هذه او نقز على الكرة نقز على الكرة هذه وطب في الرمل. شفنا الفكرة؟ والله فكرة حلوة. التيك توك جاوهم كذا صح، بس احنا مو جاونا تيك توك، جاونا يوتيوب. لوكو قرروا ان يسوون هذا التحدي بس على طريقتهم الخاصة. فكرة اليوم خذت مننا يومين تصوير، معناتها انكم الحين راح تروحون لليوم الاول. ليتس جو. طيب يا جماعة، قاعدين ندور اللوكيشن اللي راح نحفر فيه الحفرة. اخترنا مبدئيا هذا الموقع الحين ان اساس ان نسوي الحفرة ونسوي الجمب منها. قاعدين نتهاوش مع حقين الشياول، ما حد راضي يجي يسوي لنا الحفره هذه باقل من 300 ريال. وصراحه لو انا وبخرود حفرنا بنقعد ساعات كثيره. يا جماعه نتكلم عن حفره نحط فيها 100 مكعب. بس حفرتك فوق مشوار والله الحاله 200 ريال. والله يا جماعه يقول 200 ريال المشوار، بس يبغى يوصل لنا هنا ب 200 ريال. يا ابو علي تكفى ساعه واحده، تعال يلا. اقول له 10 دقائق شغل بس 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 يجي يسوي لنا تشيك بوم، يحفر لنا، نجيب السفنج حقنا ونبدا ننطط. يلا سابر خلاص، ما عندك مشكله. جاي 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 جاي. صدق يا خلينا نتاكد. مسافه قريب وانا عندك باذن الله. وافق الشيول. اسمع ايش يقول. جي جي كفك. جي جي كفو. اسمع ايش يقول. يلا سابر خلاص، ما عندك مشكله. سافر ما عندك مشكله حبيبي. احبك، تعال اللوكو. طيب يا جماعه، الحفره قاعدين نخططها هنا انا وبخلود. الحفرة بتكون مرة كبيرة، قاعدين نحددها. ايوه تقريبا هذه الحفرة كاملة. فرجار ولا مو فرجار؟ سويتها قبل ما يجي الشاور، بنوريكم الفكرة اللي بنسويها. هذيك الحفرة بتكون هي السنتر حق اللعبة، راح نجي نركض من فوق الطعس، بعدين جام ودوف على السفنج، حفرة السفنج بنص البر. مرحبا مليون، مرحبا مليون، الله حياك، كيف حالك؟ سلامك. اسمع ترى يا جماعه الخير، جبناه من اخر الدنيا عشان ما قصر، وصل لنا، هو الوحيد اللي رضى يجينا، ما قصر الشيخ. راح نبدا الحفره هنا. يلا بخذ، يلا لوكيشن عطى، يلا بركب انا. يلا يلا اركب 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 اركب، يلا حيا يلا حيا. وين تبي حفره اللوكو؟ هنا هنا هنا. ابشر يلا. علمني علمني. هذا بيرفع السلم كامل. حلو 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 حلو. يا جماعه الخير قاعد يرفع ابو خلود. بخلود هاي بس تمام تمام. روح روح روح. حياك الله يا علي. يا جماعه الخير السياره تبعك. حياك الله. هوا هوا هوا. لا ما شلت شيء ما شلت شيء ما شال شيء. يا جماعه والله الشعور جامد. شوفوا بقناه اللوكو تشوفون اشياء جديده. قاعد احرك دي، شوفوا شلون ادف هذه، انزل الرمل، شوفوا ارفع هذه، تنتبه فوق. جي 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 جي. احنا الحين بالحفره اللي راح تكون كلها اسفنج. ها اتحدى احد باليوتيوب سوى التحدي. ايزي والله. واي 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 واي. ايش بيصير هنا؟ والله ايش بيصير؟ والله اني كامل. راح نبدا بيع اراضي من اليوم. اول ارض باللوكو 2 متر، اللي يبيها المتر بالريال. اللي يبغى شيول في الشرقيه جهاد موجود، حياكم الله. هذا رقمه تواصلوا معاه، ما راح يقصر معك. 050. لا انت كذا ترقمهم غلط. طيب ما تبي تعطي تحيه لاحد ولا شيء؟ الله يبيض وجهكم. اول حاجه واهل اليمن ما تعطيهم تحيه؟ اهل اليمن يستاهلون كل التحيه. السلام عليكم، وش حالكم يا رجال كلكم؟ الله يحييك. على العموم اللي بياخذ الشيول راح اجي معاه، بيكون شايل. مهمة اليوم اكمبلشت، نشوفكم بكرة بإذن الله. وصلنا مصنع الاسفنج، تخيلوا في احد مرة صدق ان في مصنع كذا يبيع الاسفنج هذا. قاعدين نتفق مع راعي المحل ان احنا نطلع بعدد اسفنج، ان احنا ما نصير نطلع باصابات، بس هذا المطلوب. ايش كان نقول لابو خلود؟ قاعدين نحط نضبط هذا الشيتس عشان يصير الاسفنج نقدر نطب عليه وما في مشاكل. لدرجة نسى راعي المحل كم واحدة نحط اسفنج عشان ما نصاب. بس شوفوا تخيلوا ان جودة الاسفنج تفرق بين هذا
وبين هذا والسعر يفرق وكل شيء يفرق، بس احنا ما ندري ايش السالفه، بناخذ اسفنج وبروح نطب عليه. ليتس جو. زي ما شفتوا جهزنا الاسفنج، جهزنا الحفره، جهزنا كل شيء. هذا اليوم الثاني من اللوكو، الحين حفرتنا جاهزه، جبنا الاسفنج، جبنا الاغراض كلها عشان نسوي اكبر نطيطه اسفنج موجوده. ويا ذاك اللي سويت التحدي في التيك توك، انزل لي وشوف مين اللوكو فينا. ام ذا بوست لوكو وين هين. مين يعرف مركز سكاي زون او الاماكن اللي فيها نطيطات كذا اللي يروح تركب فيها اسفنجات وتنقز؟ هذا كلها جبناها عشان نعبيها الحفرة ونسوي نطيطتنا في البر هذا، ما حد يقدر يجينا، المكان مسموح نسوي فيه اي شيء نبغاه. واي واحد يفكر يجي راح يكون فرسيون بس لا. بر مين بيجي؟ والله ما حد بيجي يا جماعة، بنص البر. تكفون تعالوا ملاهي اللوكو، ايش فيكم؟ اي فكرة اليوم اي واحد يقدر يسويها، ما راح اقول لك دونت تراي ذس ات هوم، لانك انت ما تقدر بالاساس تسويها. هوم صحراء. وثاني شيء صعبة يا جماعة، يبي لها شيول، يبي لها سفنج، يبي لها كورة. تقولون ايش احلى، التحدي اللي راح نسويه ولا الملاهي اللي تشوفونها هذه حقت سكاي زون؟ هذه كميه الاسفنج ما شاء الله اللي جبناها. تدرون كميه الصعوبه ان احنا نلاقي كميه الاسفنج والاشياء اللي نبغاها؟ والله تعبنا تعب مش طبيعي. شوفوا هذا السفنج. كيف اهم شيء؟ اهم شيء ما في اصابات، ما في شيء. اصبر خلنا اجرب. اصبر يا انت، نظرتك جرب، خليها تنكسر يا رجال. يلا انبسط ابا ايزي. كيف؟ اوه تألم. حلوه. الحين هذا الاسفنج راح نعبيه ونضبطه في الحفره اللي سويناها. اهم شيء ابوي وامي لا تشوفوا الفيديو لان السياره مغرزه. شو مطلع هذي؟ والله الله يستر. شوفوا يا جماعه، يوسف حفرها حفر مو عارف يزور السياره. والله يا جماعه عند المدخل، شوف المدخل على طول غرز. اتس اوكي. باقي المكعبات اللي راح تشوفونها بعد شوي. يلا مهندس يوسف. يلا. خلصنا تخطيط الفلين الحين، بخلود يعطيه العافيه وانا يعطيني العافيه بعد ولا؟ ما قصر. يلا الحين باقي المكعبات الصغيره راح نوريكم اياها كيف الوان وكيف اشكال مش طبيعيه. هي يطلعون الفيديو سكاي زون. لا بس ترى ستيل سكاي زون، اذا تبغون نلعب عندكم ترى احسن يعني. ترى المسافه اذا تفكرونها قصيره لا تنسون انه بيكون فينا الطيطه هنا. النطيطه بخلود كيف توديك؟ والله توديك. شفتوا الفيديو اللي في البدايه صح؟ ايه بخليه يضحك علينا نهايه الفيديو. بخليته يقول الله يخليكم باجي مع اللوكو. كيف تكفى؟ فكر اصبر. ها اللوكو ولا سكاي زون؟ اللوكو ولا سكاي زون؟ يلا مين مجنون يسوي كذا بالصحراء؟ اي والله يا جماعه شوفوا باقي ايه وباقي كيسين زياده نفس هذه الكميه. بخذ كم كميه هذه؟ 100 حبه ولا هاي تقريبا 100-110 حبات مغرزين وما في شبكه، ما عندنا الكاميرا وانتو وجايين نلعب. والله كل هذا عشان ننبسط ونغير جو وعشانكم. مين وده يلعب يكتب لنا في الكومنتات. يوسف هاي الكميه ما تكفي ما تكفي. قف 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 يحمس المنظر. ما شاء الله اجلد يا لوكو اجلد. هذا افر يا جماعه، سامحونا قاعدين نطولها بس ترى جد صار لنا يومين نشتغل على الموضوع. لا تتوقع بسوي لك فيديو 7 دقائق. جلاد يوسف والله واجد. ايش ناقصنا؟ وشو؟ لوحه وتكت. والله العظيم خلي الناس يجون. تعالوا حياكم. طيب مين قالك اني مو لابس توب عشان ما اكون المدير؟ والله اني مو مصدق ايش قاعدين نسوي يا اخي. احس ان في مقوله حق احمد حلمي في واحده من الافلام قال مين مجنون يروح يزرع الصحراء في مطب صناعي؟ احنا الاثنين. احنا مين مجنون يسوي العاب في الصحراء؟ احنا الاثنين. طيب الحين راح اجرب اول لطه عشان احنا نقيس مقياس الخطوره في هذه التجربه. وعلى فكره بدون... لسه ما ركبنا النطيطه يعني. طيب راح تكون في نطيطه هنا ونطيطه هناك، واحده بدون نطيطه، راح نجربهم الثلاثه. بخلود اهم شيء تجربهم كلهم باذن الله. باذن الله. يلا بسم الله. اول تجربه نطيطه الاسفنج. ايزي بيزي. والله جامد. تعورت يوسف؟ والله لا ما تعورت. ايش اللي حلو؟ والله وين؟ تعال تعال خنجر خنجر. هذا لسه ما حطينا النطيطه. تعال تعال تعال. والله طرت والله. 3 2 1 جو 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 جو. والله ما احس تعلمت ولا شيء. طيب اسمع الحين خلينا نحط لنا اول نطيطه. ليتس جو. الكره اللي شفتوها بالفيديو ترى كانت محفوره في الارض ومدفون نصها. حلو. احنا جبناها وجبنا الشيول، الحين راح نثبتها هنا. قربنا
قربنا يلا يا جلاد. لا تنسونا من اللايك لان هذا الشيء هو اللي يدعمنا الوحيد. الشيء الوحيد تقدر تفعل فيه، ما تقدر تجي تحفر بس حط لايك. خلود دامك انت سويت الكوره انت راح تجرب ومن هناك انا راح اجرب اول. بنختبرها الحين اذا ضبطت ولا لا. لبسنا لكم جو برو عشان تعيشون التجربه معاي. اقسم بالله مش طبيعية والله العيدة والله العيدة مش طبيعية. الكورة لا والله العظيم ان النطة مش طبيعية، حسيت اني ضربت في السماء وخفت. بعد مراجعة اخطاء النطة الاولى لازم نعدل الحفرة زيادة اكثر عشان الكورة ما تكون طالعة كثير برا. متحمس بعد ما شفتني؟ متحمس والله شكلها جامد. ليتس جو يوسف، يلا يلا عدلنا الكورة يا جماعة. ايزي تعال نقز. ليش ما نقزت على ذي؟ خفت صح؟ تنقز اي خفت صح؟ والله خوف. يوسف لا تخاف، يلا يلا لعيونكم هذه. ايزي هذا الكلام. يا ركبتي هذا الكلام. والله جاهز. كيف مع النقزه؟ تحس انك رايح فوق صح؟ قسم بالله طرت بالهواء والله. طولت؟ والله ما طولت. ايش رايك نروح المكان الثاني؟ ليتس جو. ثاني هنا قاعدين نضبط الحفره الاعلى على نطيطه الاسفنج وجبنا كره ثانيه بعد. والله العظيم يا جماعه تعب مش طبيعي. بس اتمنى منكم توصلون هذا الفيديو 100,000 لايك. بس 100,000 عشان التعب وتكون تمام؟ والله كنت تمام. اذا وصلتوا 100,000 لايك راح اكون تمام وراح اكون مبسوط اني اديت هذا التعب. النقطة الثانية من اللوكيشن الثاني ليوسف. المسافة بعيدة. جو يوسف. يوسف بيبي ايش سويت انت؟ والله جيت تكسرت. والله تكسرت وين وصلت؟ ليش جيت تركب؟ ليش جيت تركب؟ ما ادري ما افكر اللعبة كذا اخر مرة اجربها. والله يا جماعة جسمي تكسر زي ما قلت لكم 100,000 لايك وبرضه كل شيء كل شيء باللايكات كل شيء باللايكات عيون اللوك اكيد. هو ده الكلام. والله الاسفنج غالي هذا يا جماعه، اللي يبغى يلاقيه في حراج الحبه بثلاث ريال. اخ يا جماعه احس ان اعمارنا 15 اللي رحنا وراها الاسفنج هذا. والله العظيم لا 15 كبار صح؟ بخلط كيف الفكره بهذه؟ كيف تعبنا فيها؟ والله قلت لكم يومين شغل، طبعا تجهيز لها من اسبوع قبل صح. بس يومين تخيلوا من مصنع اسفنج على ما نلاقي حفاره تدخل هنا، تعبنا كثير بس تستاهلون الفكره هذه. ولان انتم لوكو واحنا لوكو لازم نسوي لكم شيء لوكو. يعطيكم العافيه على المشاهده، ولا تنسوا الاشتراك في القناه، قربنا على 600,000 نبي نحتفل 600,000 في الشهر. اوكي وانت تشترك شوف ذي النطه، من اول ما سوينا الحفره وانا في بالي ذي النطه. والله المنظر يخوف، تخيل انك تنط من هنا على السفنج. ايزي بيزي ايزي روح ايزي بيزي. هو ده هو ده اللوكو، ما في خطورة. اشوفكم الفيديو الجاي. في كلب جاينا بالطريق يما. بغلط بغلط يا جماعة. جا 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 والله إذا هجم علي لألف عب الشيول والله.